مرحبا، نصيحة من مبادرة في كل بيت مسعف. انتشر في الآونة الأخيرة مقطع فيديو عن لعبة جديدة اللي هي اثنين يطمرون، واللي في النص يطمر معهم، أول ما يطمر يضربون رجله ويطيح راسه. لكن الحركة هذه وش قد تسبب؟ شوفوا معي. إصابات الرأس من الإصابات الخطيرة جدا جدا جدا. ليش؟ لأنها في بعض الأحيان تستمر معاك طول العمر، وله علامات الإصابات الدماغ. فمن الأعراض العامة صداع وشعور بضغط في الرأس، فقدان مؤقت للوعي، فقدان الذاكرة، وخاصة فيما يتعلق بالحادث، الدوار، الدوخة، أحيانا رنين في الأذن، غثيان، قيء، أحيانا تداخل في الكلام، تأخر الردود على الأسئلة، ضعف في المخ، يعني ظهور الذهول على المرض، وأحيانا كثير التعب. قد تظهر بعض أعراض ارتجاج المخ بصورة فورية، أو قد يتأخر ظهورها لساعات أو أيام بعد الإصابة، مثل الشكوى من اضطرابات الذاكرة والتركيز، الهياج، وغيره من التغييرات الشخصية، الحساسية للضوء والضوضاء، اضطرابات النوم، مشاكل التكيف النفسي، ومن أهمها الاكتئاب، اضطرابات بحاسة الذوق والشم. وهناك أيضا مضاعفات، تتضمن المضاعفات المحتملة لارتداج المخ الصرع. يتضاعف خطر الإصابة بالصرع لدى الأشخاص الذي تعرضوا لارتجاج في المخ خلال الأعوام الخمسة الأولى بعد الإصابة. لكن ما هي الإسعافات الأولية المناسبة لهذه النوع من أنواع الإصابات؟ إذا كانت الإصابة شديدة فيجب أولا الاتصال بالهلال الأحمر والاتصال بالإسعاف على الفور. إذا كان المصاب ينزف فيجب إيقاف النزيف باستخدام شاش أو قماش نظيف. إذا كان الجرح مفتوحا تجنب لمسه أو الضغط عليه، ويمكن تغطية الجرح أو لفه بشاش نظيف. أما إذا كان المصاب في وضعية الجلوس ويتقيأ، فحاول مساعدته بإبقائه في وضع منحني للأمام. أما إذا كان المصاب مستلقيا على الأرض، فحاول وضعه على جنبيه منع الاختناق، اللي هي وضعية الإفاقة. أما إذا كان المصاب مستيقظا، فاطلب منه عدم تحريك رأسه ورقبته لمنع المزيد من الأضرار، لأنه قد يتسبب هناك إصابات في الرقبة أو في الظهر. إذا كان المصاب فاقدا للوعي ويتنفس بصورة طبيعية، فحاول تثبيت جسمه بجعل الرأس والرقبة والعمود الفقري في وضع المستقيم. أما إذا كان الشخص في غير وعي ولا يتنفس، فابدأ مباشرة بعملية انعاش القلب الرئوي. هذا موضوعي، وأشوفكم على خير. مع السلامة.